السلام عليكم ورحمة الله. زي ما اتفقنا ان في طريقة الـ LPG بتتكون من خطوتين. اول خطوة انا عايز اعمل initialization للكود بوك عن طريق حاجة من الاتنين. في الفيديو اللي فات احنا شرحنا ازاي بنجيبها بالماكسمين، في الفيديو دوت احنا ان شاء الله هنشرح ازاي هنجيبها باليونيفورم. زائد ان تاني حاجة هنشوف ممكن يجيلي ايه الاشكال اللي ممكن تجيلي ان انا اقدر احلها بالماكسمين. جميل. اول شكل من الاشكال الماكسيمال اللي احنا حلينا بيه المساله اللي فاتت ان هو يديني ان انا عندي كود بوك اوف سايز 4. معنى ان هو يديني كود بوك اوف سايز 4 ان انا عايز اجيب اربع ارقام. اول لما اجيب الاربع ارقام هقف كده، يبقى انا كده عملت ايش؟ انيشاليزيشن للكود بوك. يبقى الكود بوك بتاعي هيبقى اول حاجه عندي فيه 50 و210 و120 و180، وابدا اعمل ريكمبيوت عادي جدا. طيب تاني شكل ممكن يجيب لي منه اشكال الماكسيمال هو ان هو يديني ان نسبه الايرور اصغر من او تساوي ال 50. طيب يعني ايه؟ يعني هيجي لي في شكل المساله كده ان انا عندي هنا find initial max من كود بوك لما الايرور يكون اصغر من او تساوي ال 50. طيب انا ساعتها هعمل ايه؟ انا دلوقتي ما عنديش عدد اقدر اقف عليه. طيب يبقى انا دلوقتي اللي انا عايز اشتغل بيه ان انا عايز ان انا لما اجي اختار الارقام بتاعت الدوائر تكون اكبر رقم جوه الدايره بيحقق المعادله. يعني ايه؟ يعني احنا نبدا نحل المساله دي تاني كده زي ما هي. احنا قلنا اول خطوه بنعملها خالص ان احنا بنشوف اصغر رقم هنا ونحطه فوق، يبقى ال 50 حطيناها فوق، هنجيب الفرق بين ال 50 وكل القيم دي، جبنا القيم دي كلها. تاني خطوه بشوف اكبر قيمه منهم واروح اخد القيمه المناسبه ليها واحطها فوق، جبنا ال 210. بعد كده افترحنا ال 210 من كل القيم اللي هنا، طلع لي الاثنين دول. يبقى انا دلوقتي عايز اعلم على الصفر، عايز اعلم على ال 20، عايز اعلم على ال 50، عايز اعلم على ال 70، ال 30، ال 10، الصفر. يبقى خلينا نعلم على الثلاثه دول كده. ادي الارقام اللي انا علمت عليها. طيب بعد كده احنا كنا بنقول اكبر رقم جوه الدايره هو كان ال 70. طيب هسال نفسي سؤال دلوقتي، هل ال 70 ديت بتعبر عن القانون اللي انا عايزه اللي هو الايرور اصغر من او تساوي ال 50؟ لا، ال 70 اكبر. يبقى انا كده لسه ما خلصتش المساله، يبقى هروح اخد اكبر الرقم المناظر لاكبر رقم جوه الدوائر واحطه فوق. يبقى اكبر رقم كان ال 70، ال 70 المناظر ليه ال 120، هحط ال 120 فوق وابدا احط الكلام ده كله تاني. طيب يبقى انا ال 120 تحتها من ده كله وحطيت القيم كلها هنا، هبدا اشتغل بنفس النظام، الصفر وال 160 وال 70 يبقى الصفر، وهنا ال 20 و140 وال 50 يبقى هنا ال 20. يبقى انا عندي هنا الصفر وال 20. جميل. عندي هنا ال 20 والصفر، عندي هنا ال 30 وال 10 والصفر، ادي اكبر قيمه موجوده عندي. طيب اكبر رقم موجود، ادي الارقام اصغر ارقام سوري ان احنا عملنا عليها الدوائر. طيب بعد كده بختار اكبر رقم جوه الدوائر. اكبر رقم كان جوه الدوائر كان هو كام؟ كان هو ال 30. طيب ال 30 ده هل هو بيحقق المعادله اللي هي بتقول لي ان الايرور اصغر من او بتساوي ال 50؟ اه فعلا ال 30 اصغر من او تساوي ال 50. يبقى انا كده هروح اخد ال 180 دي واحطها فوق، يبقى انا كده وقفت، يبقى انا كده حققت فعلا المعادله بتاعتي. المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ ان الايرور يكون اصغر من او تساوي ال 50. يبقى انا معنى كده اللي انا عايز اقف لما يكون الدوريه اللي انا علمت عليها تكون الرقم اللي فيها او يكون اكبر رقم جوه الدوائر يكون بيحقق المعادله. يبقى ادي تاني شكل من اشكال الماكسيمين. جميل. يبقى انا عندي هنا اهو معنى ان الايرور اصغر من او تساوي ال 50 ان انا لازم الارقام اللي في الدوائر في اول خطوه لازم يكون بيحقق المعادله، عشان اقف يعني هقعد اكرر الخطوات لحد ما الدوائر يبقى فيها اكبر رقم 50 او اي رقم يحقق المعادله. جميل. طيب تاني شكل من الاشكال اللي ممكن يقولها لي ان هو يقول لي حلها باليونيفورم. يعني ايه هيقول لي حلها باليونيفورم؟ احنا زي ما اتفقنا هنا ان انا عندي هنا في الانيشاليزيشن يا اما بشتغل باليونيفورم كجزء من حل ال بي جي او بعمل بماكس مين. طب اليونيفورم دوت بيطلع لي ايه؟ مش احنا كنا اتفقنا ان هو بيطلع لي ريبريزنتيف، يعني بيطلع لي قيم ريبريزنتيف. جميل. طب لو انا عايز احل ال بي جي عن طريق اليونيفورم هعمل اليونيفورم عادي جدا بالقوانين بتاعته ايا كانت الطريقه من الثلاث طرق اللي احنا كنا شرحناهم في الفيديو. بعد كده هيطلع لي قيم ريبريزنتيف، القيم الريبريزنتيف ديت هعتبرها ان هي الكود بوك اوف زيرو وابدا اشتغل خطوه الريكمبيوت عادي جدا. طيب يبقى نفس النظام هنا، لو جه قال لي ان عايزك تحل لي ال بي جي عن طريق اليونيفورم وهيديني ان الايرور اكبر اصغر من او تساوي الخمسه. طيب القوانين الاساسيه اللي انا عايز اعملها عباره عن ايه؟ عباره عن الدلتا رينج بتساوي الماكسيمم ناقص المينيمم زائد واحد، ودوت لازم اجيبه عشان اقدر اجيب الدلتا ريبريزنتيف، لان هي الدلتا ريبريزنتيف بتساوي الدلتا رينج على الان. جميل. طيب واحنا عرفنا الثلاث طرق اللي احنا نقدر نجيب بيهم الان. هنا كان مديني ان الايرور اصغر من او تساوي الخمسه، واحنا زي ما اتفقنا في شرح اليونيفورم ان انا عندي الدلتا ريبريزنتيف هي المجموعه الكبيره. طيب وباخد رقم في النص يعبر عن المجموعه دي، الرقم الفرق ما بين البدايه بتاعت المجموعه والرقم الريبريزنتيف دوت هو ده نسبه الايرور. يعني لما يقول لي الايرور دوت خمسه يبقى انا هعرف ان الدلتا ريبريزنتيف دي كلها ب10. يبقى انا كده جبت الدلتا ريبريزنتيف اللي هي ب10، والدلتا رينج هيبقى عندي من الماكسيمم والمينيمم والواحد، يبقى انا هقدر اجيب الان. بعد ما اقدر اجيب الان يبقى انا عرفت انا عندي كام مجموعه. طب ايه اللي هيفيدني لما اعرف ان انا عندي كام مجموعه؟ هعرف انا عايز اجيب كام ريبريزنتيف.
يبقى انا بعد ما عرفت ان انا هيبقى عندي كام ريبريزنتيف هعمل ايه بعد كده؟ كل اللي هعمله ان انا هبدا اجيب قيم الريبريزنتيف دوت، وبعد ما اجيب القيم الريبريزنتيف كلها هبدا احطهم في كود بوك اوف زيرو وابدا اكمل المساله عادي جدا. يبقى دوت كان تكمله على طريقه ال بي جي، ان احنا قلنا ان احنا هنشرح فيديو اليونيفورم، وادي الطريقه اللي انا بشتغل بيها، ان انا بشتغل باليونيفورم عادي جدا زي الطريقه بتاع كاني بحلها لوحدها، بس بعد كده ببدا اعمل عليها الخطوه الثانيه اللي هي كود جينيريشن، اللي انا ببدا احطهم في كود بوك اوف زيرو وابدا احل عادي جدا. والشكل الثاني ان هو ممكن يجيب لي برضه في الماكسيمال نسبة الايرور. يبقى انا نسبة الايرور دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الارقام اللي انا معلم عليها في الدوائر لازم تكون اكبر دايرة موجودة بتحقق المعادلة. يا رب يكون الموضوع بقى كده واضح. شكرا والسلام عليكم.